محمد البركه كتيب عام ديال الفيدراليه بمهنيه فوليا. هذه الفيدراليه هي اللي كتواكب التطور ديال الزراعات النباتيه في المغرب. كتعرفوا كاين واحد العقده كونتخا بروغرام مع وزاره الفلاحه باش تطور هذه الزراعات النباتيه في المغرب. كان واحد المده في زراعات كبيره ولكن انقطعت، وهاد السنين الاخيره عاودنا حينا هذه الزراعه. الزراعه بدات تقريبا واحد 10000 هكتار ديال التغنوسول ديال نوار الشمس، واليوم تقريبا وصلنا واحد 25000 هكتار ديال التغنوسول، واحد 10000 15000 هكتار ديال الكولزا. مهم ما كافيش ولكن مهم بزاف. هذا الشيء كيدار لانه كتكون واحد المواكبه، بزاف ديال المواكبه، لانه الفلاحه كنفينونسيوهم كناخذوا لي زونترون كلهم. وفي هذا الاطار هذا اليوم جات هاد الندوه هذه اللي كتحث باش يكون واحد المواكبه من ناحية ديال البذور اللي هو مهم بزاف على 3 سنين. هذا البرنامج ممول من واحد الفيدرالية أخرى ديال الفرنسية ومن الاتحاد الأوروبي، باش اللي فيه عدة مراحل على 3 سنين غتواكب، وهنا غادي يكون حملة تحسيسية كبيرة، وغادي يكونوا مواكبة ديال الزراعات البذورية وزيتون البذور، وغادي يكون حقول تجريبية في المناطق اللي حنا كنعملوا فيها اللي هي الغرب، فاس، مكناس، لوكوس، زعير، بني ملال، الشاوية. دونك غادي يكونوا حقول تجريبية، وفي هذه الحقول هذه غادي يجيو الفلاحة يشوفوا التطوير ديالهم كيفاش كتزرع التغنوس ولا الكولزا وشنو هي المرضودية، هذا الشيء كله باش تطور. وغادي يكون تكوين حتى هو، غادي يكون تكوين ديال الفلاحة وتكوين ديال التقنيين وتكوين ديال الشركات ديال السيرفيس اللي يواكبوا هذا التطور ديال هذا القطاع هذا. وغادي يكون واحد الفولي ديال الكوميونيكاسيون مهم، هذا الشيء كله باش فيه اطار تبادل التجارب بيننا وبين اوروبا، باش لان هذه الزراعه عندهم قبل منا حنايا، باش تطور هذه الزراعه في بلادنا.